السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هذا النرخوته سود مكعكلات زوجهن 50,000، وهذا الرمانيات زوجهن 50,000. حبيبي الغالي شلونك قلبي؟ هذني البلابل تك 10,000، محل بشاب. لا وحشيات تك ب 10,000، مو خله شوف اريده ب 30. هذا البلبل بالخير والبركة على الطيب اشتراه، هو القفص؟ هو والقفاص اشتراه ب 25,000، هي الكامل وأليف. شايف ألف خير أخوي حبيبي، أخذ أخذ هذا البلبل أليف محل علي العجيلي، سعره 40,000 وفي مجال. أوه القفص والله عمي أليف، والله أليف أليف وواقف مثل ما تشاهدون، وفول تغريد أليف وبالقفص يقبل أحد يلعب وياه. مصعب 40,000 وبي مجال هو القفص. هذني الطيور اكو بيهن زوج 25 واكو ب 30 واكو ب 35 واغلى زوج ب 60,000. هاي الفنجانيه ايش شكلها؟ فوق رمانيات، فوق الباطة، فوق الورقة. ها حسن انواع مو انواع؟ حسن حالات. هذا الهندي، شوف هذا الهندي سموته 60,000، يسمونه هندي. هذا الشيء هذني طيور تور صغار الزوج 10,000، وهذني البيتنجانيات النفية ناي مع البيض ذني ب 40,000، زوجين 40,000، وهذني زوجين 30,000. هذني الشمعيات زوجين 30,000، وهذني سطح مال حمر وياهن بدرنقات، هذني بيعة وحدة زوج على 15,000. سطح كامل ذني نثاية وفحلة، كلها طيرة وفحل، حتى البدرنقات مرهمات وياهن. وهذا التار الراس أصفر مو ياهن بيش، هذا سعر 10,000. هذا التار الراس أصفر. هذني الطيور مثل ما قلنا لكم أسعارهم بيعة وحدة الزوج 15,000، الشمعيات 30,000، وهذا التار الراس أصفر ب 10,000. هذني سطح الحمور نثاية وفحولة، هذني الحمور بمحل منهل أبو حسن زوجين 10,000. سلام ورحمة الله. زاج البلفين وباقي الطيور تك على 3,000، ايضا محل منهل ابو حسن. هذني تك 3,000، اي تك يعجبكم سعره 3,000. طيور محل منهل ابو حسن اكو الطير سعره بلفين، والحمر التاك على 5، الصفر زوجهن 30,000.
وهذني التور هذني اثنين وهذا واحد وهذاك واحد العدد أربعة أربعة تنم مية ألف هذني الطيور بمحل منهل أبو حسن ثلاثين ألف الحمر الحفاية مكعكلات وهذني زوجين خمسين ألف عنابر سرى هذا الفحل هو والنثية مشتريهن مية ألف فعارضين هو وهاي النثية خمسين ألف محل علي العجيلي هذن الرخوتة سود مكعكلات زوجهن خمسين ألف وهذن الرمانيات زوجهن خمسين ألف محل علي العجيلي هاي الطيور اليوم محل علي العجيلي مثل ما قلنا لكم الحمر المكعكلات بثلاثين وهذا النيج بخمسين زوجي طيور محل علي العجيلي زواجي للتك بألفين باقي أنواع الطيور تك على ثلاثة ما عدا المساكي تك على أربعة هذا النيجور صغار جبتين بيش الواحدة هاي معلاوي هذني تور صغار الولد هسه جابهم مثل ما شاهدون العدد ثلاثة تك على أربعة آلاف محل علي العجيلي يعني هنا الطيور أكون تك بألفين وأكون تك بثلاثة وأكون تك بأربعة لرافل بمحل مخلد الزوج عشرة آلاف مخلد هاي الرصاصية بيش هاي وحدها بعشرة آلاف الرصاصية ولا رافل الزوج عشرة آلاف محل مخلد هذني تك على خمسة آلاف أي طير يعجبكم سعره خمسة آلاف محل مخلد حمور باقي أنواع الطيور تك خمسة آلاف ذني فرخات حمور شادات العدد سبعة الزوج عشرة آلاف بيعة وحدة لو عادي لقط منهن بيعة وحدة الزوج عشرة آلاف العدد سبعة محل أبو عباس اليوم الفيديو خاص بالطيور العنابر سرى هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد هذني ثلاثة هين بخمسة واربعين ألف باقي أنواع الطيور أكو التك بأربعة وأكو التك بخمسة وأكو بستة عنابر سرى العدد ثلاثة بخمسة واربعين ألف باقي أنواع الطيور أكو التك بأربعة وبخمسة وبستة حسب الطير الحلو اللي يعجبكم هنا الطيور أيضا بمحل أبو عباس أي طير يعجبكم سعره عشرة آلاف أمهات عيون السود ذني الزوج بعشرين ألف سعر الطير عشرة آلاف خذ راحتك خذ راحتك اخوي خذ راحتك قلبي خذ راحتك حبيبي لا عادي عادي سعر الطير عشرة آلاف
ذني الرمانيات الزوج 90,000 والمساكي الزوج 15,000 محال أبو عبد الله. والحمر ذني الصغار الزوج 15,000 والتور هذني بيهن صغار الزوج أيضا 15,000 حمر والبدرنقات الزوج 15,000 محل أبو عبد الله. ذني تعاجيل فول زوج 15,000 محل أبو عبد الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.